السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهاردة معاكم القرصان، وزي ما قبل كده قدمت لكم طريقة عمل السردين والبيساريا كفتة، وازاي احنا بننضفهم ونعملهم كفتة. النهاردة انا هوريكم عمل طريقة الفريسة، وده عشان تبقوا عارفين ما هي السردين دي فريسة، او في ناس بيقولوا عليها رنجة، لكن عندنا السماكين في دمياط بيقولوا عليها ان السمكة ديت بيقولوا عليها سردين، وده غلط. دي ما هي السردين، وهتشوفوا دلوقتي وانا بنضفها ازاي وبطلع اللحم صافي منها، لان فيها سل ناعم كتير. وده اللي هي البلاميطة البلدي، اللي هو الكليو او اللي هو الزغمري، الكليو او الزغمري اللي هي البلاميطة البلدي. ده تقريبا كيلو و200 جرام. هننضفهم مع بعض كده ونضفه ازاي. ما انتوا متابعين معايا كده، بمسك السكينة بقطع من تحت وبقطع منطقة البطن كلها، وبعد كده بحط ايدي من تحت السل بتاعها وبفتح على عضمية، بمشي على عضمية على طول، على عضمية بتاعتها للآخر كده. مشيت على عضمية، بعد كده بقلب اللحم وبشد الجلد زي ما انتوا متابعين كده وشايفين كده. حتة اللحم دياتي نضفت ايه، بقت لحمة صافي، بس فيها مشكلة، بس فيها اللي هو السل اللي انا قلتلكوا عليه. نمسك السكينة كده، لان احنا قطعناه من البطن وبنسحبه. شايفين العظم الناعم ده، ده السل اللي هو فيها الناعم ده. وبكده تكون بقت جاهزة. حطي شوية مية، طبعا الجنب التاني ده هتطلع بالسل اللي فيها، لان احنا هنطلع العضمايه. زي ما انتوا شايفين كده، العظم اللي هو ده اللي هي الزعانفه دي بنمسكها وبنشده كده، وبنقطع الحته الصغيره كده بالسكينه، وبنشوف لو لسه فاضل فيها سيل، لسه فيها شويه صغيرين ما طلعوش هما دي، بنطلعهم. بالنسبه للزغمري او الكليو نفس الطريقه، نقطع الدماغ طبعا، الدماغ بحته من بطن طلعناها هيتي، وهنشقها بالسكينه، وبعد كده نخش فيها صابعنا. بس هي لو في بطنها حاجة بننضفها الأول شوية كده، زي ما انتوا شايفين نضفت كده. وبعد كده بالنسبة للسمكة دي العضمية بتاعتها خشنة شوية، ف تبقى سهل في تطليعها جدا. أكيد بنفسخ الفسيخ طبعا، كلكم بتفسخوا فسيخ بسم الله ما شاء الله، وبتعملوا الفسيخ وكده اهو زي ما انتوا شايفين كده. فسخنا السمك كده خالص، وبعد كده هناخد اللحم من الجلد. مفيش مشكلة لو تقطع حتت، وزي ما حضراتكم تابعينا كده احنا جهزنا كل حاجة. زي ما انتوا شايفين الفريسة اتنضفت اهيتي، وده اللحم اللي احنا هنعمله كفتة. زي ما انتوا شايفين بيبقى كده، طبعا بيبقى فيه سل ناعم هنا احنا بنشده بالسكينة. طبعا احنا هنحتاج، انا حطيت 3 بصلات، واشوف هي هتحتاج قد ايه. ممكن تحتاج بصلتين بس، حطيت 3 فصوص ثوم، حطيت تقريبا نص ربطة كزبرة، بس مش كزبرة يعني، حطيت عود كزبرة على عود بقدونس على عود شبت، وعندنا البهارات بتاعتنا، معلقة ونص كمون،
صغيرة، معلقتين ملح صغيرين، معلقة صغيرة بهارات لحمة، معلقتين جنزبيل، معلقة زعتر صغيرة، ربع معلقة صغيرة شطة، ربع معلقة فلفل. انت شايفين كده؟ هنبدأ نفرم بقى كله مع بعضه. اللحمة بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، احنا بنكمل فرم الحاجه بتاعتنا. حطينا 3 بصلات لان انا شايف الميكس كويس. وهنحط التوم معانا، 3 توم، ادي الحاجه الخضراء اللي عندنا نحطها. وطبعا احنا النهارده هنشوها على الجريل، لان عاوز اجرب ان انا اشوها على الجريل، لان المره اللي فاتت احنا قلنا بتاعت السردين، لكن المفروض كنت اجرب على الجريل، فانا مش عندي جريل هنا. فصديقي اللي في المطعم اللي جنبي قال لي هات على الجريل. زي ما انتم شايفين في احنا فرمنا الحاجه بتاعتنا، هنحط بقى البهارات بتاعتنا كلها نحطها على بعض كده. انا ملاحظ ان العجينه سايبه شويه، فاحنا هنزودها معلقتين بقسماط.
حاليا شايف ان هي بقت كويسه. ومعاهم كده واحنا جهزنا ان احنا نعمل الكفته، وطبعا معانا صاحب المطعم، وطبعا هو اللي بيصور دلوقتي. لسه كده يا روما ريدا وريا نعم اوكي. Λίγο πιο πιεσμένο. Θα φαρζεί λίγο. Ναι. Ο Λότ بيقول لي خلي الفكر أي شوية و كبرها شوية. Ναι. Σε ναι. Κάνε τώρα και στενό μακρό. Όχι στρογγυλό. Στενό μακρό. Ναι. Έτσι. Βάλ' το στην πάνω μεριά. Πίεσε το, πίεσε το. Ναι, πλατή, έτσι, στην πάνω μεριά. Εδώ. Βοκάει ο χαβέρι, δεν μήκε τσοδάει μάνα. Βοκάει الكريسة والسردين، واحنا بنشوها على الجريل كده، بس الجريل ده بالغاز زي ما انتم شايفين كده، نص متحمر الجنب كده والجنب الثاني. وتابعوا معانا حدث ما نخلص ان شاء الله، ونقول لكم على الطعم ان شاء الله. وبكده احنا وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا، وبكده ديت كفتة الفريسة اللي هي زي السردين بالظبط كده، وزي ما انتوا شايفين احنا شويناها على الجريل، وشكلها لذيذ جدا، وكلتها طعمها لذيذ، وبألف هنا. واتمنى الفيديو عجبكم، وان انتوا تشيروا لاصدقائكم وتشتركوا معنا في القناة وتدعمونا، ولو في اي تعليق ياريت تكتبوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودايما معاكم ان شاء الله.